مبدئيا هساعد ناس ما عندهاش فلوس، اخد فلوس من البنوك واخدها واديها للناس ما عندهاش فلوس. اهلا واضح بسمة بوسيل. اغرب موقف حصل لي مع معجبه لما كنت في العمره، كان في بنت بتشوف الستوريز بتاعتي وانا كنت بنزل حاجات وانا في العمره عادي، وهي من جده، فالغريب انها جات لي وانا بعمل عمره فبتحكي لي قصه ان هي شوز تراكن مي من الستوريز وانا بعمل عمره. فممكن دي اكتر حاجه غريبه حسيتها مع معجبه، بس كانت لذيذه وكملنا بقى مع بعض. قابلتها في الطواف قالت لي I was talking you، فكان بالنسبه لي غريب يعني ازاي حد بيه، بس هي اصلا من السعوديه وعايشه هناك، فقالت لي انا طول الوقت اصلا باجي هنا. بس قلت لها يعني عادي، يعني احنا بنعمل كده واحنا بنعمل عمره بس، وكملنا. بس كان يوم لذيذ. اكتر موقف طريف حصل لي في التصوير، هو بصي هو عملا انا اجواء التصوير على طول تبقى عندي فن كده، بحب ان انا ابقى طول بهزر وكده، بس ممكن اكتر حاجه مثلا تبقى انا unpredictable يعني ممكن غير متوقعه. فوانا بصور في المغرب فجاه قلت لهم انا عايزه اصور عند حد عنده حاجه بيبيع بطيخ. فجاه عارفه اللي هو احنا كنا في مكان بنصور باضاءه وما اعرفش ايه، فجاه لقوني بصور عند واحد بيبيع بطيخ، ودخلت على الراجل لو سمحت حضرتك ينفع اصور. ف it was fun. سهل ابكي؟ لا، بس لما بعيط اعرف ان انا خلاص وصلت يعني I hold myself، بمسك نفسي قوي قوي، بس لو لقيتيني عيط اعرف ان انا وصلت عارفه للاكستريم. سهل اكذب؟ لا، صعب. صعب ان انا اكذب بالذات في حاجات مهمه وكبيره، بس في حاجات بقى كذبه بيضه كده عادي. يوم واحد بس، في حاجات كتير قوي نفسي اعملها لو انا غير مرئيه، 24 ساعه مش كفايه. عايزه وقت اطول. مبدئيا هساعد ناس ما عندهاش فلوس، اخد فلوس من البنوك واخدها واديها للناس ما عندهاش فلوس، يعني عامل حاجه فيها خير، بس 24 ساعه اتس نوت انف يعني، ممكن بس كده يعني هبقى بفكر في حاجه كده، غير كده مفيش حاجه في دماغي. اذا مفيش قوانين ان انا اصفي كل الناس، اصفي كل الناس الكذابه والمنافقه والغداره، بس يعني مش عايزه دول بقى علموه كلهم على السجن على طول. شكرا واضح.